مالنا ايه بس يا شيخ صابر؟ الله، مش احنا بنحمي نفسنا بنفسنا؟ دي اسمها قتاوة، زي فتوات مصر ما بيعملوا. صدقوني انا رحت مصر وعارف كلام الشيخ معبد. معقول يا ابا يحيى؟ لا الشرقيين ولا الغربيين يدفعوا. لا، واحنا مجبورين ان احنا ندفع، ومش مهم بقى نفهم بندفع ليه ولا هنفهم، وهنفضل ندفع. احنا لازم نفكر كيف نتصرف عشان نقلل الجزية، او زي ما قال رضوان ما ندفعش خالص. في حاجات هنفضل مجبورين عليها لاننا الاضعف. ده نظام حطته الحكومة، والحكومة دي عندها جيش، عنده سلاح يمحي شالي كلها من على وش الارض في ساعة زمن. اننا نفكر ما ندفعش مش ده الحل. وبعدين يا شيخ صابر، انا طلبت منه كرامة للشيخ يحيى يأجل يوم الدفع لحد ما يتم العرس، ووافق. هو مفكر ان النخل بيطرح في يوم وليلة؟ طب والعمل؟ العمل عمل ربنا، نصبر لحد ما يتم العرس ونجتمع هيعدلها ربنا. ونعم بالله. هلا الشيخ يحيى. مساك يا مهاجر. اهلا ابا يحيى. تعالى تعالى ابا يحيى تعالى. ازيك يا صديق؟ ازيك؟ تشرب حاجة يا بيحي؟ متشكرين. مالك؟ شكلك مش مرتاح. من امتى بيكون شكلي مرتاح؟ أنا راجع من مجلس الأجواد. خير؟ خير، الظاهر آن الأوان. في الأجواد مش عايزين يدفعوا الضريبة كاملة عشان يبيعوا حبة زيادة للقوافل اللي بتيجي من مطروح وطبرق ومصر. وقال ايه؟ عايزين يغيروا رأي المأمور. مغمضين عينيهم، مش عايزين يشوف انه مأمور. يعني في اللي بيأمروا في مصر، ودول لو ما استلموش الجزية كاملة هيبعتوا اللي ياخدها بالغصب. ربنا يستر وصابر. صابر قال انه ترجى المأمور كرامة ليا يأجل الدافع لحد بعد فرح رضوان ومليكة. الفم يضحك مع الفم، والقلب فيه الخديعة. صابر ده تعبان، يغوي ده ويخوف ده، وساعة الجد يستخبى في أقرب شق. كلامك حق. بيأول بعاونة ولاد موسى عشان يدفعوش الجزية، فيتحطم في وش العسكر لو جم، والشرقيين يطلعوا من غير خسارة. لو العسكر جم مش هيفرقوا بين شرقي وغربي، الكل هيدوق الخسارة. وعيهم وعيهم يا يحيى. الشيطان راكب روسهم، عام عيونهم وسادد ودانهم. ها في السوات جايز بعد الفرح ربنا يهديهم. هاني لازمكم حاجة هنا؟ لازمنا توعي البنية. عملت ايه؟ قول ما عملتش ايه، قليلة الرباية. اهي دي جت فيا انا، انا اللي مربيها بعد ابوها. ما هو انت لو كنت ضربتها قلمين ما كانتش تعمل اللي بتعمله، وانت مطوعها. مليكة دي احسن بنتي في الدنيا. بالمساخيط اللي بتعملها؟ بالمساخيط اللي بتعملها. ربنا يهديها. ويهديك يا صديقة. من يستطيع أن يمنع مليكة؟ لا الضرب يصلح معها ولا الملاينة، ولا هي طفلة ولا هي كبيرة. Thank you.
من أين لك العلم بهذه الصنعة يا مليكة؟ لم يحاول أحد قبلك أو بعدك أن يفعل ما تفعليه. الجميع يخشون جبل الموت إلا مليكة. أنت ورضوان ابني فرحتي الوحيدة في هذا البلد المليء بالكآبة والأحزان. عن أهل واحد سيوة. ما زال أغلب أهل واحد سيوة يحتفظون بالكثير من العادات القديمة وتقاليدهم، وبالرغم من مرور الزمن إلى أن السيويين يعتزون بتقاليدهم القديمة ويحسون بالأسى لأولئك من يحاول أن يغيرها. أما عن نساء سيوة فإنهن يعيشن في عزلة تامة، وليس مسموح لهن بمقابلة شخص غريب. ولكن بالرغم من هذه العزلة فلم يكن هناك مانع من الاختلاط بأقارب وبعض الجيران. نادرا ما ترى نساء سيوة في الشوارع، فالنساء لا يخرجن حتى إلى التسوق أو الشراء، فالتسوق هو عمل من أعمال الرجل أو الأطفال أحياناً، لكن النساء يخرجن فقط لإقامة العزاء أو زيارة المريض أو القيام ببعض الزيارات الاجتماعية، وعلى الأخص للاشتراك بحفلات الزواج والتهنئة لوجود طفل.